انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى مواجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسب لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد من خلال الرفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى فراغ دستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث. فمن غير المعقول تسير مرحلة انتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال. ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض المناصر التابعة لبعض المنظمات غير حكومية التي تم ضبطها تلبسها، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها بالتنسيق مع عملائها في الداخل. هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية لتحقيق مخططهم الخبيثة التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا.